كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كثير من طلبة العلم لا يسمع عن الزملكان ولا يسمع عن ابن مخلوف ولا يسمع عن تقي الدين السبكي، لكن ابن تيمية اسمه يسير مسير الشمس. ليه؟ نحسبه والله حسيبه، انا لا يعني ازري على العلماء الاخرين بس عشان حد يفهم انهم لم يكونوا مخلصين، لكن شيخ الاسلام ابن تيمية نحسبه والله حسيبه انه كان محبا لله ورسوله، وهذا ظاهر في اخر كلمة قالها لما قال من تلقاء نفسه، مش حد قال له حاجة، قال إني أحللت كل مسلم آذاني إلا من كان عدوا لله ورسوله. نفس كبيرة، أحللت كل مسلم آذاني، ده ابن مخلوف المالكي كان يقول اقتلوا ابن تيمية ودمه في عنقي. الشوكاني ذكر هذه العبارة في كتاب البدر الطالع في أعيان من بعد القرن السابع، وقال ووصف ابن مخلوف هذا بالجهل، وقال كيف إذا استمعوا، كلام معناه يعني استمعوا إلى وصية هذا الجاهل وقتلوا رجلا لم يجد الزمان بمثله. لما يقول اقتلوا ابن تيمية ودمه في عنقي، من اللي يتولى مثل هذا الأمر الكبير أن يضع دم مسلم كابن تيمية في عنقه؟ كان رجل عامة وكان منتصبا لخدمة المسلمين، ومضى فقيرا، عاش فقيرا ومضى فقيرا. النهاردة فكر ابن تيمية له دول ترفعه، دول ترفعه، ولو رأيت حظ ابن تيمية من المسلمين لوجدته أكثر من حظ بعض الفقهاء الكبار. كل ده ليه؟ لبذله وعطائه، وأعرض عن الدنيا بالكلية حتى لم يتزوج، وقيل تسرى، قيل أنه تسرى، لكن الرجل واقف على خط النار، ها يقول لك طب أنا هتزوج وبعدين أسيبهم يتامى، خليني واقف على خط النار. يعني شوف الفرق ما بين ابن تيمية مثلا وبين الأعرابي الذي تزوج كبيرا في السن، اتجوز سنه 60 سنة. فواحد قال له يا اخي تتزوج يعني بدري شويه ولا حاجه، اولادك يتمتعوا بيك، ده انت 60 سنه فاضل 5 6 سنين وهتموت وعيالك هيتيتموا، فما الذي حملك ان تؤخر زواجك؟ قال ابادرهم باليتم قبل ان يبادروني بالعقوق. اشوف يعني ماذا وصل ايه؟ لا ده له مذهب مختلف خالص، ها؟ لكن واحد واقف على خط النار لا فاضل امرأة ولا فاضل واحدة تنكد عليه ولا تحطه على كرسي الاعتراف، قل لي خط سيرك من ساعة ما خرجت لحد ما رجعت والكلام ده. كانت الأمة وكانت الدنيا تغلي في أيام ابن تيمية، فترك حظ نفسه في الزواج وهي متعة، وحظ نفسه من الأولاد وهي متعة. لا أقول حظ نفسه من الشهرة، لأن واشتهر بأنه أشهر سجين، بأنه أشهر، كان أشهر سجين، لكنه رأى لزاما عليه أن بمحبة الله ورسوله أن يقف على هذا الخط، هذا الحد الفاصل، وأن يدافع عن الإسلام. وفعلا صنع شيخ الإسلام في أعداء أهل السنة والجماعة ما لم تصنعه كتيبة من العلماء، وحده ألف في كل شيء، ولا سيما في الأصول، ورد على المبتدعة بردود فتح عليه بها لم يسبق إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سفيان بن عيينة هذا فرد من هذه الأمة المجيدة، يا ليتنا نلتفت خلفنا مرة لتعلم إلى من تنتمي حتى تعز ونخرج من حالة الهزيمة النفسية، ونخرج من هذه القزامة التي فرضت علينا بتصدر هؤلاء الأقزام الذين يخطون ضمير الأمة الآن بكل أسف.